في جبال الأطلس الشامخة، حيث يلتقي جمال الطبيعة بروح الإنسان القوية، تروي لنا لطيفة ورشيدة حكايات الأمل والصمود. هما كالطائر والأروى، تواجهان الصعوبات بتحدي وشجاعة. حكايتهما ليست مجرد قصص نجاح فردية، بل هي قصص لإعادة بناء الروح في إقليم الحوز بعد الزلزال وبث الحياة في شرايين السياحة. في الأول كنا خايفين وكنا ما قادرينش نستوعب واشنو كان واقع، وما قادرينش نخدمه لدرجة أنني فكرت أنني نسد المحل. حاولنا أننا نستجمع القوى ديالنا وباش نبدأ تاني الخدمة من جديد. من رحم المحنة يولد الأمل، ومن ركام الزلزال بنيت مشاريع مشعة أصبحت قبلة للمصطافين من مختلف بقاع العالم. لطيفة ورشيدة نموذج للصمود في القطاع السياحي بإقليم الحوز. احنا تنوفروا جميع الظروف الراحه للكليان ديالنا، اجانب مغاربه الكليه كاع الاوروبيين، تنوفرهم جميع الراحه ديالهم والحمد لله. الحوز اليوم يشع بفضل قصص النساء المكافحات. الزوار الذين يأتون لتجربة الطيران الشراعي أو الجولات الجبلية لا يغادرون فقط بذكريات جميلة، بل بحكايات عن الطائر الذي حلق فوق الألم والأروى التي تسلقت فوق الحطام. قصصهن شهادة حية على أن المرأة المغربية لا تعرف المستحيل.